أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم بالحلقة عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على واحد من هذين الأرقام. أي شخص ما يقدر يتصل لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب على الرقم المخصص آخر شيء اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبي أول ملف ويانا هو ملف السكن. الكل يعرف أنه أزمة السكن بالعراق تتضخم بشكل كبير ويا زيادة عدد الأحياء العشوائية المبنية على هامش المحافظات العراقية. السلطات تبلش تفلش هاي البيوت بذريعة التجاوز على أراضي الدولة، وصار ملايين العراقيين يحلمون ببيت يعيشون به يليق بكرامتهم والكرامة الإنسانية. وأسعار العقارات بالعراق دا ترتفع بشكل خيالي يفوق قدرة المواطن العراقي، وراء عمليات غسيل أموال من قبل جهات متنفذة وأحزاب بشراء الأراضي والعقارات بلي وجع قلب وبفلوس عالية، فبلش صاحب العقار يرفع. العراق دا يعاني من نقص كبير بعدد الوحدات السكنية، بحيث أن البلد يحتاج إلى بناء 3.5 مليون وحدة سكنية حتى يسد النقص. هاي لحد الآن بدنا نحكي خطة توسعية للمستقبل، ويا حديث حكومة الإطار التنسيقي عن إطلاق مبادرات الإسكان اللي شكك بيها اقتصاديون هواية، لكن حكومة محمد الشاع السوداني بعدها تشن حملات إزالة لمنازل المواطنين بوسط غياب الحلول على الأرض. هذا كله دا يصير انه الحكومة دا تفلش مدى تعطي حلول حتى تدارك أزمة السكن اللي هي أصلا متفاقمة بهذا البلد. تفليش منازل المواطنين بحجة التجاوز على أراضي الدولة، بالمقابل أكو واحد يستولي على دونمين مدري 2000 دونم ويأخذ إيجارات من الوزارة الكهرباء ومن الطرق لأنه شارع بقاعة ومن النفط لأنه أكو أنبوب بقاعة. تجاوز، فالمسؤول يتجاوز بكيفه وابن الخايبة إلى الله. لهالسبب عدد من سكان منطقة الخالدية بقضاء الحبانية بمحافظة الأنبار استنكروا حملات الهدم اللي تصير على منازلهم بذريعة التجاوز، على الرغم هاي أأكد عليها أنهم محصلين موافقات رسمية حكومية حتى يبنون بيوتهم، وبهاي الموافقات تتعهد الحكومة أن توفر الخدمات لهم من مي وكهرباء ومجاري وغيرها وطرق. ويتفاجأوا وراء هذا الشيء أنه بيوتهم تفلشت بدون سابق انذار. دول أهالي الخالدية والرأفة من الناس اللي تهدمت واللي خسرت واللي تبهدلت، تفلشت بيوتنا واللي خلينا هنا وتدمرنا دمار وفلشونا وما نعرف شنو السبب، ووصلونا خدمات مي وكهرباء واصلة هذا المربع بالأخص، وهاي البيوت كلها تفلشت وهاي الأساس وهذا الشوارع كلها تدمرت وما نعرف شنو السبب، وموجودة شو اسمه الموافقات من قبل شو اسمه مركز الشرطة والبلدية وكلها عندنا موافقات بيها، وجبنا الموافقات وبلشنا وبنينا وكملنا، وورا ما كملنا لا حد جاي بلغنا لا سابق انذار اول ولا انذار ثاني ولا انذار ثالث، مباشرة ومباغتة بدون لا نعرف ولا ندري ولا نعلم، قبل مباشرة اجوا فلشهم ودمروا هاي البيوت وهاي المناطق، دمروا هذا المربع دمار عن بكرة ابي. نريد نعرف ونناشد باسم الانسانية شنو سبب هاي الوضعية اللي صارت بينا، وبغت يمكم واذا قصد على التجاوزات هاي المنطقة وهاي العوائل كلها تجاوزات كلها تجاوزات زين، اذا تجاوزات ليش جابونا مي؟ ليش جابونا كهرباء؟ خام من البداية لا كهرباء ولا مي ولا يابا انت تجاوز ولا تبنون من البداية. سؤال ينطرح وسؤال منطقي، اذا هم قاعدين تجاوز
شنو السبب انه وزارة الكهرباء مدت شبكة كهرباء بالمنطقة؟ واذا هم تجاوز، ليش هيئة المياه مدت شبكة إسالة بالمنطقة؟ هاي كلها تساؤلات تنطرح على الحكومة. اذا هم تجاوز، شلون البلدية وافقت على بناء المنازل؟ هاي البيوت اللي انبنت واللي حصلوا بها موافقات، هاي مو فلوس؟ زين، اذا انت تعرف المواطن عنده فلوس، بدل ما يبني مكان تجاوز ويجاي عليك ويقول لك اريد رخصة بناء او اجازة بناء، قل له حبيبي هاي المنطقة بيها تجاوز، دور لك مكان ثاني وتعال وتدلل، هم تحفظ حقه وهم تحفظ حقك. لكن تخلوهم يبنون تجاوز وراها شبكة الكهرباء جاية وشبكة الإسالة جاية، ليش؟ ورا هذا الشيء نروح إلى العاصمة بغداد، سكنت حي التراث، اشتكوا من حملات الهدم اللي دا تصير على منازلهم وطالبوا الجهات الحكومية أن تلقي حلول، لأنهم أكدوا أن هواية من النساء والأطفال صاروا مشردين يباتون بالشارع نتيجة هذا الفعل. خلونا نشوف. يا رئيس الوزراء طيت بينا قرار اليوم طالعين يفلسونه، يا رئيس الوزراء وينك؟ ما حد يحترم كلمتك يا رئيس الوزراء. من هذا ابو البلدية اسمه أحمد لعب بينا لعب يا رئيس الوزراء، وينك؟ الحقنا بناتك وخواتك مشاربك، وينك يا رئيس الوزراء؟ ها طالعين علينا تفريش، مبيوعين احنا، تسجير احنا تسجير. بالسابق وحدة بدولة ثانية صاحت ومعتصماء طلع لها جيش كامل، اما هسه تقول له احنا بشاربك والاخ ده يفلش. نطلع من بغداد نروح للبصرة، اهالي منطقة كوتثويني قضاء ابو الخصيب محافظة البصرة طالبوا الحكومة انه اوكي تبدين تفلشين التجاوز، لكن لازم تدورين لنا بديل حتى نروح نقعد بيه وراها فلشوا براحتكم. وقالوا راح تصير خطوات تصعيدية إذا تنفذ قرار الهدم بدون أي حلول لسكان المنطقة، لأنه فعلياً اللي قاعد ببيت ويجي الشفل مال البلدية يفلشه، هذا وين مصيره؟ بالشارع. خلونا نسمع. بديل هذا الوضع مالنا، الناشد سيد السوداني والناشد محافظ البصرة لأنه هو ابن البصرة، وهاي كلها حديث أكثر مو غربة، وإحنا رايدين من الله معكم بس يشوفونا حل لهاي العالم الفقرة. يعني إذا هسه شالوا وفلشوا التجاوز وما قلنا مهنة تقريبا 4 أيام، وين راح تروح هاي الوادي؟ وهاي الأربعة أيام إيش راح تسوي؟ ونطلب من الله ومنكم بس يشوفونا حل لهالوادم هاي. وهاي العالم صار لها 3 أيام 4 أيام على الشارع، تروح وترجع، لا حد استجوبهم، لا حد يجاهم، لا حد حكى وياهم. لازم صحافه تجي لنا على ما تنقل هاي الماساه مال العالم. مباشر العالم حتى مستعده تسوي اعتصام. يعني العالم راح يسوي اعتصام. لو ماكو حل بدون الشارع، لو ماكو حل احنا نريد صحافه. لو ماكو حل بعد راح نطلع من الدرب كلش، بعد قطع شارع نقطع. سووا لنا حل، لا نائب جانا لا محافظ، ودى ناس علينا وجهوا مقابيل حمدان، صناعية حمدان، هاي صناعية حمدان البصرة، ماكو كل حل ولا واحد اتصل بينا وقال شني. هذا الحال اللي شفتوه بالبصرة قبل بغداد وقبل بذيقار. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، عفوا قبل بالأنبار بالحبانية، الناس لما شافت علقت على هذا الموضوع. أبو عبد الله الأسد يقول الله يكون بعون هاي الناس الفقراء وين يرحون، هذا السؤال الأهم. فارس أبو مريم يقول أين البديل، الناس فقراء وقوة عايشة. وأحمد الغريب يقول عضلاتهم بس على الفقراء. ومحمد رضا فقط مبالغ سرقة القرن تبني دور سكنية تكفي سكن المتجاوزين. والله يا أخي محمد سرقات العراق لو أكو واحد يفكر بيهن ويلمهن، أبني العراق من جدة وجديد وفلشة وارجع أبني من جديد، وعلى شرط كل البيوت بيه من البيوت الذكية اللي تشتغل على الصوت وعلى الحركة وعلى اللمس. الفلوس اللي مباقت من العراق من 2003 لليوم أبني بيها أبراج
أقوم أداين من الفلوس اللي تجيني من عدها الدول المجاورة أو أسد ديون العراق. الفلوس اللي انباقت من العراق أقدر أعيش بيها الشعب العراقي رغد أحسن من أي شعب بالعالم. الفلوس اللي انباقت من العراق أقدر أبني بيها مدارس وأخلي الطلاب يدرسون، وأقدر أبني بيها مصافي نفط ومحطات توليد طاقة كهربائية على الغاز، ومحطات النفع من الغاز اللي يستخرج ويا النفط بدل ما حرقه، وأقدر أبني بيها محطات لتدوير النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات وأورد للدولة العراقية، وأقدر أرجع المي، وأقدر أرجع الزراعة، وأقدر أرجع كل شيء لو أكو واحد يفكر بهذا البلد. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني عيب على ما يسمون جزافا بالسياسيين في بلد مثل العراق غني بجميع القرارات. نعم. وهي ضحت أصواتنا من يعني طرح هاي المواضيع. نعم. بلد نفط زراعي صناعي بكل ثروات الدنيا. وفي أراضي شاسعة ما مستغل بها هي والزراعة والسكن وكلها والصناعة والتجارة ما مستغل 18%. نعم. يعني بس الرمادي وحد محافظة الأنبار خلف العراق تعادل 6 محافظات. تجي محزون شنو تجاوز شنو كذا، مطلوب بالحكومة أن توزع قطع أراضية أراضي سكنية العظمى مجانا على المواطنين ومو تعطي السلطة، أعطي منحة لأن هذا مقر بالدستور. يقول لك لكل عراقي حق في ثروات بلاده وخاصة النفط والغاز والثروات. يجي حيدر العلاج من شجرة يقول لي راح نعطيكم إياها بشكل كذبات، يعني اللحم ثروات. بعدين أنا ساعد شجرة كان عمري 63 سنة صاحب عائلة من 2003 إلى الآن صار 20 سنة. نعم. على معاملة الحصول على قطعة أرض سكنية ما أعطوني إياها لدرجة 1000 أرض هاي الحجاري طلعت. نعم. ولحد الآن قاعد بالإيجار. وأنا أحكي لك صحفي. صحفيين ما أعطوني. على المدرسين ما أعطوني أيضاً مدرسين. وعلى المواطنين ما أعطوني. نعم. من أحكي يا ويا جماعة صبحة حتى تشوف مكبر بها يقول لي هاي قطعة أرض سكنة قلت لك عمي. بس عدنا نشوف عند 45,000 دونم باقين بمنطقة شبكة شكلها أبو الرقي يسوي مدينة سياحية. شلون يفوز أبوك؟ الأحزاب الأكبر بدل ما يشجر 6 كيلومترات مع حق الكريم قاسم. نعم. موجود الخطة 50 مو 50 وهو كيلومتر الطاس 8 يروح حق لبناني لمدة 50 عام. ابو زينب ابو زينب خلينا نبتعد عن الترويج لاي جهه وخلي الشعب العراقي يختار لما تبدي الجهات السياسيه تشتغل صح، فخلي هم يصلحون ذات البين والشعب هو يختار بيناتهم، واي واحد يجي يحكم هذا البلد خلي يجي كائن من يكون، وخلي يجي من أي ديانة، وخلي يجي من أي طائفة، بس همه هالبلد. يعاني العراق من مشكلة كبيرة، مشكلة حادة، مشكلة كارثية، هو النقص الحاصل بالأبنية المدرسية. لا أكو خطط فعلية لبناء مدارس جديدة أو تعمير المدارس الموجودة، وبالمقابل أكو مشاريع وهمية انهدرت بهاي المشاريع أموال بالمليارات بين جهات مشرفة وجهات منفذة لأغلب هاي المشاريع. النتيجة هو النقص الفادح بأعداد المدارس وما زالت تتناقص إلى حد هاي اللحظة. عدد من المراقبين أشاروا أنه أكو تحديات تعرقل المسيرة التربوية، منها اكتظاظ الصف في أي مدرسة بالطلاب خاصة بالمناطق الأشد فقر واللي تحتاج بشكل متزايد إلى رحلات إلى أبواب شبابيك بنكات ومستلزمات مدرسية أخرى، إضافة
لازم اكو إعادة تأهيل وتجهيز هواية عشرات مئات آلاف المدارس. إلى جانب هذا الشيء، الظاهرة وأهالي منطقة المطيحة بمحافظة البصرة نتيجة عدم استكمال مدارس تم هدمها حتى يفكون الاكتظاظ بالصفوف، لكن السنوات دا تمر وبدل أكو حلول وإنهاء الدوام الثلاثي والمزدوج، تحولت المدارس اليوم إلى دوام رباعي، ولد هذا الشيء استياء كبير لدى الأسر مع قرب بداية العام الدراسي 2023-2024. خلونا نشوف. ولين دي الخمس كيلوات يقطع يالله يوصل البرد شلون؟ دوام الرباعي شلون؟ دوام الرباعي شلون؟ شلون استفاد؟ زين انا هاي المدرسه من بلشتها يما بس اهليا فتحت يمها يصير لي اياهم ايش قد ما راح عندي اياهم النتيجه انه كل ما تبلش مدرسه حكوميه منطقه تبني من 5 إلى 10 مدارس اهليه في النهايه اكو موضوع وبالحساب كل مدارس الحكوميه تعطيني كل المشاريع التربيه تتاخر اقل وحده 5 سنوات اذا مستعجل 5 سنوات اكو 10 اكو مشاريع توقفت والنتيجه بذره هاي المشاريع والنتيجه هذا الجيل بعدنا يبطل يلا يوم الاكتراء ويروح يرجع وراتب ابوه على القوتي اليومي مع الاسف والله واليوم احنا مستمرين نعادل شكل مشروع خاصة التربية كلها تنعاد العمل بيها والشركة ما تقدر تشتغل خلي يسلم من مشروع ويطلع من عنده لا يبقى مدارسه ولا أولادنا هم الضحية. كل أب بالدنيا يتمنى ولده يكونون أحسن من عنده، كل أب بالدنيا يتمنى يوفر لأولاده اللي ما توفر له وهو طفل، لكن اللي دا يصير بالعراق أنه إحنا توفرت لنا أشياء نحرمه من عندها أولادنا. يعني بداية العام الدراسي كنا نستلم كتب جدد، لوازم مدرسية من قرطاسية متكاملة أقلام وألوان ومساحة ومقطاطة ودفاتر. رحلاتنا كانت مريحة، الرحلة عليها طلاب 2 إذا كانت رحلة كبيرة مزدوجة أو إذا كانت صغيرة 1. الصف كان كامل متكامل، مرسم بالمدرسة، مختبر للفيزياء، مختبر للكيمياء، مختبر للأحياء إضافة إلى وسائل الإيضاح والشرح اللي موجودة في مختبر الأحياء من مواد محنطة أو حيوانات أو غيرها إضافة إلى صور. أكو مؤسسة اسمها مؤسسة المناهج التدريسية كان مقرها في السابق أمام الفضائية العراقية بمنطقة العظمية. هاي المؤسسة كانت مسؤولة عن وسائل الإيضاح، عن الطرق الحديثة في التعليم، عن ما يحتاج الطالب للتعلم. هاي المؤسسة كانت مدروسة إضافة يعني مسؤولة إضافة إلى المناهج هي توفر ذني للطالب. ليش؟ حتى الطالب من يطب للصف نفسه تنشرح للدراسة بعيداً عن المنهج الرصين، بعيداً عن هيئة الكادر التعليمي اللي موجودة في كل مدرسة وبيها معلمين من الطراز الرفيع، بعيداً عن تعامل الأهالي مع المعلمين، بعيداً عن تعامل المعلمين مع الطلاب، بعيداً عن تعامل الوزارة مع المعلمين. هذا كله احنا ما بدنا نحكي به، احنا بدنا نحكي على تقصير الحكومة بحق المبنى المدرسي وبالتالي تقصير الحكومة ويا الطالب وبالتالي تقصير الحكومة ويا الأهالي، يعني قصرت ويا كل شيء. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من عبد السادة العبادي يقول أطفالنا تتعرض للدهس والأذى بسبب بعد المدارس البديلة والتي تصل إلى 4 دوامات في اليوم، لطيف تكفي ساعتين للطالب مع ساعة المنهج. أحمد أبو يقول يتعمدون تدمير التعليم الحكومي حتى الناس تلجأ للمدارس الأهلية. أبو سجاد الأسدي، إهمال متعمد بحق أهالي المطيحة، صار 4 سنوات والمدرسة مهدمة. وباسم الكناني يقول تقصير واضح وتجاهل لحقوق الناس. نعم، واحد من حق الناس على أي حكومة بأي دولة بالعالم توفير التعليم والتفكير في رفاهية التعليم والتفكير في تطوير التعليم. بس لاحظوا العراق بالسبعينيات
يعادل التعليم بالدول الإسكندنافية. بالثمانينيات تعليم لا غبار عليه. بالتسعينيات على الرغم من الحصار القاتل لكن كنا نرى أبناء الجوار أشقائنا العرب يدرسون في جامعات العراق. صارت 2003 وبلش الانحدار بالتعليم واليوم طلع ما معترف به أصلاً. يعني كأنما البلد ما بي تعليم نهائياً. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكو مدارس بنت في زمن الاحتلال البريطاني. نعم. الحد الآن بعد هي مشيدة. نعم. تدرس فيها طلاب. والعراقيين أظن كل مدرسة بناها 5 مرات وتتفلش. نعم. هاي واحدة. ثاني شيء على مسألة التجاوز اللي بالجنوب. نعم. ترى الجنوب كله تجاوز كله قاعدين لأن إحنا ما عندنا وطن. لو أكو وطن ما قالت البشرية هاي بالتجاوز. نعم. ليش من بغداد ولا فوق للشمال ما لقيت لك واحد قاعد بالتجاوز. ترى بس إحنا الجنوب قاعدين بالتجاوز. كل واحد ماخذ له 50 متر قاعد بيها 10 نفار 15 نفار لا كهرباء ولا ما يقدر يردون يفرشونه. نبي الله إبراهيم من أمر رب العالمين قال له ابن لي بيتا بناء الكعبة. قال ابن لي بيتا بناء المقدس. قال إبراهيم ابن لي بيتا في قلب المؤمنات. شلون هذا جوعان ويجي يصلي؟ أنا محتاج بيوت يا أخي. أساس جنوب كله قاعد بالتجاوز أغلبيته يعني 40% قاعدين بالتجاوز. نعم. ليش الأيام وينكم يا أولاد الملحة؟ تعالوا نجت داعش وطت النسوان ولدها راحت كلها انترم الترم أو الدور. لما خلصتوا قعدتوا على الكراسي واستودعتوا بالخضراء طحتونا دق ضرايب طلعتونا متجاوزين مو من العراق. نعم. لا احنا مو من العراق يا ابو ما تطونا. قال تطونا الجون صار غير العالم. لا تطونا دار سكن. لا تطونا طوفونا بالزراعي. نعم. بالتجاوز قعدتم من يوم اللي انتم. نعم. ما شفت يوم هسه رجال صحفي هم شفت لك يوم سياسي عراقي لو برلماني من الجنوب. أنا حاجك على أهل الجنوب. هم نائب هم سياسي. هم فات لواحد من أهل الجنوب. هم جو وزاروا لهم مريض لو بنوا لهم مسكن لواحد. نعم. إلا مشوا يسلبون وينوبون ببغداد. ونفط البصرة. غزة العالم كله ولا البصرة قاعدين بالتجاوز. نعم. وحطوا الله بين عيونكم يا نواب الجنوب. نعم. ترى أنتم طلعتوها من معونة. والجنوب لا ثار أولاد الملعة ترى. ولو احنا اغلبيتها ظلت اولاد الملعى كلها يتامى. نعم. من وراكم على ابو حطان لكم كراسي تلبون وتنوبون بيها. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. بس ابو علي احنا ما نحكي بس على سياسيين الجنوب. سياسيين الجنوب قصرين ويا اهالي محافظاتهم بالخدمات. نروح الى اهالي الى سياسيين الوسط تلقي نازحين معتقلين ابرياء مختطفين مغيبين قسرا مدن مدمره ويطلع لك رئيس كتلة يبني له شارع لو يزرع له كم شجرة لو يحط جسر مال مشاة ودرج كهربائي يضحك به على العالم والحال كما هو عليه. وهاي مخيمات النزوح مليانة. تروح للشمال الحال ما يختلف. فكل السياسيين اللي موجودين بهالبرلمان وبهالكتل السياسية وبهالحكومة هاي كلهم مقصرين يا أبناء شعبهم إن كان بالشمال إن كان بالوسط إن كان بالجنوب إن كان بالشرق إن كان بالغرب. أبو علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو علي. الله يرحم والديك. عندنا مناشدة أريدها من خلال قناتكم الكريمة. تفضل. الله يخليك. بتاريخ 14/10/2007 أثناء العنف الطائفي تعرف دارنا إلى جريمة من قبل مسلحين أدى إلى مقتل والدتي المدعوة أقبال هاشم المفاركي من قبل الميليشيات. الله يرحمها يا رب. نعم. الله يرحم والديك. قام بالجريمة المدعو أحمد عبد الحسين جايش ومجموعته. نعم. من بعدها قمنا بتقديم شكاوى قضائية بالمحاكم ومشت إجراءاتها. بعد فترات من السنين دروا هم اكو قايمين شكاوى عليهم. نعم. دزونا ناس هددونا بدارنا الجديد بمنطقه حي الحسين حي الجهاد.
بالليل يعني يوم خميس يوم 13/10/2016. نعم. وهم مارسوا التهديد وال طيب. الوعيد طيب. طيب. نازلهم. اي نعم اي نعم رفضنا التنازل او الفصل. يوم 14 قاموا نفس المجموعه اللي قاموا بقتل والدتنا، نفس المجموعه اللي قمنا دعوه عليهم نفسهم جوا قاموا بجريمه بمنطقه حي الحسين تاريخ 14/10/2016 من اسلحه ومتفجرات وفجروا سلبيه. وصلت تقريبا الفكره. المناشده شنو؟ المناشده اريد الناشد عن طريقكم مجلس القضاء على هم حكموا اليوم الضغوطات دا تمارس على محكمه التمييز وعدم المصادقه. نعم. اريد احنا من خلالكم الناشد مجلس القضاء على بالمصادقه على احكام الاعدام مالتهم اللي صدرت 15/2/2022 علما هم مجرمين ومحترفين وكشوفات دلاله وتصوير واعترافات متهمين عليهم. نعم. كامله مكمله. هذا الريده وريد بس يعني بس حقوقنا بالقانون. والله لو رايدين الفصل او العدالة. بارك الله بك. بارك الله بك. بارك الله بك. والله ما لا نبيع لا اولاد مهنة ولا اولادنا لا بمال ولا بتهديد من الميليشيات او غيرها. تمام. وصلت ان شاء الله سمعوك. شكرا شكرا لك ابو علي وبارك الله بيك وبامثالك، لانه لو الشعب العراقي يفكر مثل ابو علي كان خلصنا من هوايه مشاكل، ولو اكو قضاء نزيه يعاقب المجرم كان عندنا هوايه ناس ارتاحت، ولو اكو قضاء نزيه يبرئ البريء. هو اصلا البريء ما يحتاج تبرئه بس يطلعه على اقل تقدير، لان عندنا هوايه ابرياء عايشين بالسجون واكو هوايه دلائل. احد الناشطين، احنا راح نحكي هسه عن المشاريع الخدميه المتلكئه او المتوقفه، احد الناشطين يتحدث عن توقف مشروع الكورنيش بالناصريه وتوقف حملات البناء للتجاوزات على ضفاف نهر الفرات. هنا بهالملف هذا اريد الشعب يركز بهاي النقطه. بالملف الاول طلعنا 3 فيديوهات من الانبار، من بغداد، من البصره عن تجاوزات وزيلت بالناصرية كورنيش الناصرية. هذا حكينا عليه هواية. أكو تجاوزات بس من المتجاوز مقرات أحزاب وبنايات تتبع لها. توقفت أعمال البناء وأعمال الهدم، وتساءل الناشط شنو الأسباب اللي خلتهم يوقفون هذا الشيء، وأشار أنه من الممكن أكو احتمالية تهديد الأحزاب والمتنفذين خلت المشروع يوقف. خلونا نسمع. عمار ديقار ولا مشروع عنده الى الان، مشاريع العملاقه مالته المشاريع اللي تخدم المحافظه ماكو مشروع، لو فشل لو تلكئ. انتم مثل ما جاي شاهدون قبل فتره صارت ضجه اعلاميه بخصوص ازاله التجاوزات اللي على ضفاف نهر الفرات. هذا نهر الفرات هسه احنا متواجدين مكان ديوان المحافظه القديم، تم ازاله هذا الديوان المحافظه وعلى اساس انه حمله التجاوزات تشمل كل المكان البنايات المحاذيه على الكورنيش هذا كورنيش الناصريه. للأسف التجاوزات توقفت بس بهذا المكان، توقفت بس ديوان محافظ ذيقان، لا إزالة المقرات التابعة للأحزاب ولا كل البنايات التابعة للأحزاب. أريد نعرف شنو سبب التوقف. أكو أمور أخرى، أكو تدخلات صارت أخرى، أكو واحد منعكم وهددكم قالكم يشيلكم من مناصبكم ويسوي ما نسوي، ليش توقفتوا؟ مو هذا أسا إحنا كورنيش مهم للناصرية وأبناء الناصرية بصورة عامة يفتقدون أبسط الأماكن ترفيه مفروض يصير به سرعه انجاز. حاليا حتى اعمال الكورنيش متوقفه واعمالها متلكئه. يعني احنا نوجه رساله لرئيس الوزراء ويخلي يوصلون رساله لوزاره الموارد المائيه، هذا المشروع تابع لهم اعمال التكسير الحجري، ليش توقف؟ زين هاي الشركات ما حد يحاسبها يخوفون عندهم نفوذ، اريد نعرف احنا مشان ليش جاي تتوقف؟ حقنا والريده من عندكم. لا عندنا مسؤولين بهم حاضر يداعون ويحاسبون الفشل ويحاسبون التلكئ. ما نعرف. هذا الكورنيش شوفت عينكم نحو المجهول. والناصرية يعني عبارة أستاذ عن محط مركز مدينة الناصرية كله أنقاض وما نعرف شنو جاي يصير. الأنقاض مو تجاوز، بس البناء مع المواطن تجاوز والبناء مع الأحزاب مو تجاوز. نبقى بمحافظة ديقار. أحد الناشطين هنا يسلط لنا الضوء على الفساد بواحد من الطرق اللي بالمحافظة أو واحدة من الطرق، لأنه هذا الشارع
يتعرض إلى تخسفات بشكل مستمر، لكن طريقة معالجة هاي التخسفات هي الغلط، إضافة إلى الفساد بتشجير هذا الطريق. شلون؟ يزرعون نخلة ورا مدة قصيرة تموت، يشلعوها ورا ما تموت يجيبون واحدة جديدة ويزرعوها من جديد، هاي كلها فلوس. طبعاً عدد من المدونين ذكروا أنه أشجار النخيل اللي تم زراعتها تحقن بمادة الغاز حتى تموت. خلونا نشوف. عند أشوف شغلة المشاريع، هذا الشارع من البوابة السجن الإصلاحي اللي انخسف 3 مرات بعد ما فات فينا وسووه. شوفوا النخل مال المشروع باوع، شوف هاي مشاريع الناصرية، شوف هذا النخل حاسبينها بيش 500 مليون النخلة. هذا المشروع من البوابة السجن الإصلاحي، من البوابة السجن الإصلاحي اللي انخسف 3 مرات بعد ما فاتحينه وسووه. هذا النخل ماله باوع، وشوف وين ذابين النخل، كل أسبوعين يشدون نخلات ويلفونهم. تعال بقاوي باوع، شوف أرد أشوف أكو محافظ لو ملتهي بالانتخابات، أكو قيم مقام لو ملتهي بالانتخابات. شوفوا شوفوا لكم، ما حد هذا ما يحترق قلبك على مدينتك باوع. هاي النخلة اللي كانت رمز للعراق، رمز العراق ما دايري لبال، والبلد ما دايري لبال، والمواطن ما دايري لبال. هذا همين بفيقار أحد الناشطين هنا نتحدث عن الفساد بمشروع تأثيث وتطوير شارع إبراهيم الخليل. وصلت تكلفة هذا المشروع اللي راح تشوفوه هنا 4 مليارات دينار عراقي، وأموال طائلة على المشروع انصرفت، والمشروع بعد يعاني من بعض الإجراءات الترقيعية اللي تفتقد للمعايير المطلوبة بتنفيذ هاي الطرق. خلونا نشوف. اخوان ابناء محافظة ذيقار، المشروع هاي كلفته 4 مليارات، انت المحافظ مضت مشروع ب 4 مليارات. اول شيء تأثيث، لازم كربستون يغير، تبليط، طبعا حتى التبليط ملا مو من ضمن الخطة، فقط انارة وحديقة. هسه خلنا نشوف لكم، يعني فوق الضيم، فوق النهر، فوق البوق بالمحافظة ذيقار، التراب مال الحديقة هذا شوفوه. هذا طبعا العلم، تعال هذا في لك راح يشيلونه، هذا خطوط مال التراب مال الماي، هذا شيء اندفن، هذا التراب القديم، التراب القديم مال مشروع ابراهيم، التراب القديم مال مشروع ابراهيم خليل، شوفوا نسبة الملوحة بالتربية، هذا التراب. انت شركة أمواج ذيقار من ضمن مجموعة شركات الأسهم، انت من سيرت المشروع، ليه التراب القديم غيرونه؟ ليش هذا التراب؟ تعال حتى واحد يقول لك ايش، احنا مو قضية يا اخوان، احنا مو قضية استهداف شخصي ولا تسخير، احنا قاعد نشوف اكو مشروع انصرف 4 مليارات، المشروع من 4 مليارات هو راح يصير تأثير، يقول لك نفس الشارع اليرموك بغداد، هسه مو راح يصير، راح يصير نفس الشارع السودان مو اليرموك. تعال شوف، تعال هذا التراب، هذا مال حدائق، هذا مال حدائق عمي، تعال مهندسين زراعة، اريد مهندس زراعة يجي لنا هذه ويختبر تربة، يختبر تربة، يشوف تربة صالحة للزراعة. وزاد تراب 4 مليارات، والله العظيم شالوا التراب القديم، التراب القديم خلوه هناك ورجعوه نفسيته. يعني لما يحكوا على مشروع تأثيث وتطوير طريق، بعيدا ان هم يردون يشبهوه بشارع اليرموك او لا، شارع اليرموك كان واحد من اجمل شوارع العاصمه العراقيه بغداد، لكن تأثيث وتطوير، تأثيث يعني اللي فوق الشارع، وتطوير الشارع البنيه التحتيه مال الشارع، من تبليط، من ارصفه، من حواجز، من مفاصل، وراها الحديقه الوسطيه او الجزره الوسطيه، إنارة، ها كلها تأثيث وتطوير. زين شنو أنا سمعته يقول بس إنارة وحديقة، يعني التبليط خارج قوس يحتاج ل4 مليارات لخ؟ صلوات ما شاء الله. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق يانا يعني من فيسبوك موسى شاكر، هاي مليارات جاي تروح حرامات بدون متابعة. جعفر جبار الحسيناوي يقول صار عندهم النقد عادي لأن الضمير مات مع الأسف. فيصل الناصري، والله أخويا يشترون من عندنا نخلة ب25 ويقولون نخلوا بيها غاز على مود ما تعيش. زين العابدين محمد يقول والله المفروض كورنيش الناصرية يصير رأي عام وكل هالناصرية طالب بي، لأنه أهم مشروع متنفس إلى أهالي
الناصرية. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية تلكؤ المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار. أبو مصطفى من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عندي مناشدة لوزير التربية. نعم. وهو أنت قبل شوي حكيت على الإعلام. نعم. مال التربية وعلى مدارس. نعم. فإحنا كارثة عندنا صارت في منطقة النهروان في بغداد. شنية؟ مدرسة آمر لي للصمود بمنطقة النهروان. زين. تسمعني؟ أسمع. أنا عندي بنتي نجحت من الثاني المتوسط إلى الثالث. نعم. وفي نظام الكورسات. نعم. بس أنا كملت الثالث رسبت بالثالث ما دخلت البكالوريا. زين. و 120 طالبة يعني مو بس بنتي 120 طالبة هسه اجى قرار بيني يقول لأن راسبات بالصف الثاني لازم نرجع أنا أخوي نجح راح للرابع بيه لازم ترجع من الرابع إلى الثاني. لحظة يعني هم شلون صعدوهم ثالث ورسبا بالثاني؟ ما أعرف زين الذنب ليش يتحمل الطالب؟ أنا لحد الآن عندي النتائج مال الصف الثاني الكورس الأول والكورس الثاني هي ناجحة بهن يعني هسه ترجع من الثاني عندي للثالث وطالبات من الرابع ترجع للثاني. تمام. يعني شلون دراسة شلون تعليم هيجي؟ تمام. أبو مصطفى الشريط الأبيض اللي جوه هذا مال الأخبار اللي تمشي إذا تتابعك ونافذة بالأخير اسمها نافذة أنت ترى بها رقمين. سجل الرقمين يمك دزلنا الشهايد مع الثاني متوسط ودزلنا القرار مع الثالث متوسط والنتيجة مع الثالث متوسط والموضوع كله بشكل كامل. الرقم الأخير وأنا أستاذ. نعم. النافذة يعني يا الرقم التحصيل عليه. أكو شريط أبيض جوا بأخبار جاي تمشي. أي أشوفه. بنهايته أكو رقمين. بنهاية على اليمين على اليسار. هو مؤوية المشية من يمشي تبدي نافذة أنت ترى تخصصها قناة الرافدين لمشاركة المواطنين آرائهم وراها يبدأ بالشريط 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 بالضبط ماشي وتتدلل إن شاء الله بس ماشي ماشي حبيب ماشي. حبيب حبيب يا مصطفى شكرا من شكرا من لك من أحد المواطنين من أهالي ناحية الزمار بمحافظة نينوى يوثق انخفاض منسوب مياه نهر دجلة. نعرف أكو أزمة بالعراق تحديدا بالقرب من مشروع ماء الصمود ويطالب الجهات المسؤولة أن تنقذ أهالي الناحية من المخاطر اللي تترتب على هذا الشيء وأبرزها شح المياه والعطش. خلونا نشوف. بيج وضعيته يعني شهر النوف 15 يوم وقروا على الدنيا السلام أخوان هاي مناشدة إن شاء الله تصار يعني هذا يم مشروع ماء الصمود المي يعني منسوب المياه فرد مرة يجي غليل وهذا خزين لكل العراقيين أرجو أن توصلونها. أستاذ ناصح هذا الموضوع يخصك أنت إن شاء الله تنقل الجهات المعنية يعني بارك الله فيكم صورة مؤلمة جدا جدا. منسوب المياه الطبيعي اللي تعودوا عليه العراقيين في السابق كان لهنا فتخيل هذا كله نزل. أما أهالي منطقة الجفيرة ناحية العباسية محافظة النجف اشتكوا من غير قضية هي انقطاع مياه شبكة الإسالة الحكومية من أسبوع وأكثر على الرغم انهم بلغوا المسؤولين وطالبوا واشتكوا وقال لهم يا بريد حل لكن ماكو اي استجابه فصوروا هذا الفيديو. ناحيه العباسيه نعاني من الاساله صار اسبوع ما جاينا مي اساله وقاعد ناخذ من هذا المي اللي هو من فضلات الحيوانات. قدمنا طلب المدير ماء العباسيه ما يوافق ينقلنا يربطنا ويا اساله الحيدري يقول يصير خلل ما أعرف شنو وما طلع كشف وصار شهرين إحنا مقدمين له طلب والله العظيم صار أكثر من أسبوع ما عندنا مي وناخذ من هذا المي. ناس لما شافت هاي الفيديوهات
علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود أنا من حسين الأسد يقول والله تعذبنا، يعني ما يصير هيك، ما كل يوم مقطوع ماطورات احترقت، وين نروح نشتكي؟ أدمنا حسبي الله، أدمن حسبي الله ونعم الوكيل. ليث التركماني، العراق بلد نفط، ما ماكو. أما كامل القريشي، لعد المسؤولين النهار والليل يفترون بالدول أشو، لا كهرباء ولا ماي. أما سعد العنبكي يقول الله يعينكم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل المسؤولين والحكام الفاسدين واللصوص الذين ليس لهم تخطيط يعالج حاجة المواطن. مشاهدينا الكرام، هسه طلبت من أبو مصطفى أن يدز على نافذة أنت ترى، هاي هي النافذة. استغربوا المواطنين بقضاء المسيب محافظة بابل تلكوا إنجاز المشاريع الخدمية، وأكدوا أنه أغلب المشاريع بالقضاء متوقفة، بعضها ما أنجز أصلاً وانصرفت عليها مليارات وخلصت الفلوس، وناشدوا الجهات المسؤولة أن يتدخلون لمعرفة سبب إيقاف هاي المشاريع ومحاسبة من يتسبب بهدر المال العام. خلونا نسمع. مواطنين محافظة بابل قضاء المسيب، تفاءلنا خير بوجود مشاريع عملاقة في قضاء المسيب ومحافظة بابل بالعموم. هذه المشاريع لم تكن بالمعنى المطلوب، ليش؟ لأن هذه المشاريع أغلبها مشاريع بس على الأرض بدون فائدة، والدليل باعوا هذا مشروع في قضاء المسيب، اشتغلوا صار 3-4 أشهر، شوفوا الإهمال الموجود من قبل المقاول والمسؤولين عن هذا المشروع. قنطرة المسيب، قنطرة المسيب يعني إذا أريد نحكي عليه حدث ولا حرج، إذا أريد نحسب قيمتها، قيمة الأموال اللي صرفت عليها يعني فضيحة فضيحة. السياج مال المال القنطرة، يعني هذا السياج يعني هذا يعني ما يوالمه هيك مشروع كبير صرف عليه مبلغ من المال. ناشد وندعو الجهات ذات العلاقة بالمراقبة والمتابعة، خصوصا بالنسبة للمجلس القضاء، يعني قام مقامية قضاء المسيب هناك دائرة فنية هندسية عليها المتابعة يعني، والإسلام يجب أن يكون العمل يعني رصين وجيد. بس احنا نلاحظ الشركات اللي يطوها، الشركات ما عندها أعمال مماثلة، الشركات رديئة وما تلتزم بالموعد المحدد. هاي كانت رسالة أهالي المسيب إلى قناة الرافدين، واللي طالبوا نطلعها على الشاشة عبر نافذة أنت ترى. مشاهدينا الكرام، طلبت الدراسات العليا بعدهم على مطالبهم المتمثلة بإشغال مقاعد الشاغرة بأعلى معدل تفاضلي والتوسعة العاجلة حتى يدرسون، وصدروا ترند هو وسم الوزير يهمش الدراسات. جبنا لكم بعض التغريدات عليها. علياء، هاشتاق الوزير يهمش الدراسات، حقنا وين؟ مقاعدنا وين؟ ضمائركم وين؟ فاتن تقول أو فاطمة تقول الوزير يهمش الدراسات، ساعدونا يرحمكم الله، لا نستطيع الدراسة بالخارج وترك أهلنا وأطفالنا، الخاطر الأطفال اللي عندنا انطونا توسعة. أما نغم تقول هاشتاق الوزير يهمش الدراسات، الوزارة ترغم الجامعات على عدم شغل المقاعد ليتسنى لها فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، القرار المرفوض نيابيا. أما زارة تقول هاشتاق الوزير يهمش الدراسات، مقاعدنا شاغرة، أقسام حتنسد بسبب الشواغر، رصانة زائفة ينطون كيرفات واستثناءات، إرجاع المرقنة قيودهم، الاهتمام بالطلبة المبتعثين، فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، ويستمر التخبط في الوزارة على حساب من؟ على حساب الطلبة المتقدمين لهذه السنة. كانت هاي تغريدات الناس حول قضية الدراسات وما طالبهم الرئيسة. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى رسائل الواتساب، جتني رسالة من أجمل الرسائل اللي وصلتنا إلى برنامج صوتكم، تقول أيها الشعب العراقي، عوفوا سنة وشيعة، عوفوا النشر عن المذهبين والدعوة بالتعصب، خلنا نعمر حياتنا ونعيش ونعمر بلدنا، أول ما نبدي نصحح أفكارنا مفاهيمنا معلوماتنا، خلنا نخلي قلبنا من الحقد والحسد والكبر والشر والخبث والأذى والأدوان، ونخلي بدالهن حب رحمة تسامح طيبة ود حسن ظن وألم لمصاب الناس، نتحلى بالأخلاق كرم صدق ستر إصلاح ذات البين، مساعدة حسن الجوار والكلام والعشرة، ذكر جميل بر الوالدين، صلة رحم حب الخير للغير، ونترك البخل واللؤم والكذب والفضح والفساد،
والتخلي عن المحتاج وإيذاء الجار وسوء الجوار والكلام السيء والسب والشتم وسوء العشرة والكفر وأذية الزوجة ومشاكل نكران الجميل والمعروف حقوق الوالدين وقطع الأرحام وكره النعمة للغير والسعي لزوالها ومراقبة الناس، عند ذلك سنتحسن. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله أخي أفل الغالي والكادر قناة الرافدين. أخي حضرتك وكل كادر مقدمي برنامج صوتكم الناجح تتحدثون عن الأزمات ومشاكل الشعب العراقي وكأن الخطاب والعتب موجه إلى رئيس وزراء بلد له سيادة ويحكمه القانون، في حين أن رئيس الوزراء هو واجهة لا تمتلك الخطاب والقرار، لأن الحاكم الفعلي للعراق هو نور المالكي، وليس من حق السوداني إجراء مقابلة أو مؤتمر أو تصريح إلا بموافقته، وكل جزء في حياة العراقيين يمر بأزمة منذ الاحتلال ليومنا هذا، فلا صحة ولا تعليم ولا سكن ولا كهرباء ولا ماء، المتوفر فقط السرقات ومنفعة إيران، أما ما يثار إعلاميا عن وجود عداء بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران فهو محض كذب، فهم متفقون بينهم بالخفاء ومتحاربون إعلاميا، عسى أن يصحى الشعب العراقي يوما ويعود كما كان بلد الثورات والذي لا يصبر على الظلم. شكرا لك أخي، مع تحياتي أخوكم أبو محمد من النرويج. شكرا لك أبو محمد. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يانا ببرنامج صوتكم لهاي الحلقة لهذا المساء، انتظرونا باكر بحلقة جديدة بنفس الموعد، وانتظروني. في أمان الله.